فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا استيقظت من النوم ووجدت بللا وشككت هل هو مني أو مذي، فما الواجب؟ النوم إذا وجدت بللا وأنت قائم من النوم يجب عليك الاغتسال، لأنك ما تشعر باللذة ولا تدري عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، يعني ماء الاغتسال يكون من ماء الاحتلام. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.